السلام عليكم، أهلا بكم متابعي قناة حصاد الزراعية. اليوم سوف نتحدث في هذه الحلقة عن تقليم الأشجار بشكل عام ومختصر. تقليم الأشجار الصغيرة بهدف التربية والنمو من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، وتقليم الأشجار الكبيرة من السنة الخامسة وما فوق بهدف زيادة الإنتاج وجودة الثمار. تقليم الأشجار الصغيرة بعد عملية الزراعة يساعد في عملية التوازن بين النمو الخضري فوق سطح التربة والنمو الجذري تحت سطح التربة. هذه تكون بعد عملية الزراعة مباشرة، وفي العام الذي يليه يتم تقليم الأشجار بهدف تحديد شكل تربية الشجرة، أما بشكل كأسي أو بشكل دائري على فرعين أو ثلاثة فروع أو أربعة فروع. وأفضل طريقة في التربية على شكل كأسي، حيث تصل الشمس بشكل جيد إلى داخل الشجرة، وفترة التقليم تكون هي في فترة سكون الأشجار أي في الشتاء أو بعد قطف الثمار، ولا ينصح بتقليم الأشجار في فترة جريان العصارة لأن ذلك قد يسبب نزيف للعصارة في الأغصان المقطوعة أو في فترة التزهير لأنه سوف يتم تساقط الأزهار الأجزاء التي يتم إزالتها أثناء التقليم. أولا، يتم إزالة الأجزاء على ساق الشجرة من الأسفل أو النموات المائية التي تظهر أسفل الساق. ثانيا، نقوم بتفريغ الشجرة من الداخل وتحديد شكل التربية كما ذكرنا، ونقوم بإزالة الأغصان الميتة والمريضة أيضا. ويكون التقليم كل سنة، وهو أمر ضروري للأشجار حيث يحث الشجرة على النمو والإنتاج ويقلل من الأمراض التي تصيب الشجرة نتيجة الإهمال وعدم التقليم، لأن عملية التقليم تتم تهوية الشجرة بشكل جيد ويصل الضوء إلى كافة أجزاء الشجرة من الداخل والخارج، وبالتالي يقضي على الفطريات والحشرات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس ومشاركة هذا الفيديو.